الكثير من نقائصنا كمسؤولين وكحكومات سابقة، وأظن بأن استقلالية هذه الندوة الجامعة ودور السلطات العمومية دورها في مسؤوليتها وقامت بها في سلاسة مستقبل هذه الجزائر الجديدة بالممثلة من كل أطيافها سوف ترقى إن شاء الله إلى المرور بأمان وسكينة إلى المستقبل، مستقبل بلدنا. نحن نتعامل مع أبنائنا وبناتنا بروح مسؤولة، نتعامل معهم من منطلق استماعنا بالدرجة الأولى، من منطلق الرد والإجراءات التي أعلن عنها، من منطلق كل هذه الاقتراحات التي نعمل اليوم على تجسيدها. فنطلب كذلك من شعبنا بمختلف ممثليه أن يكون هذه، أن تكون هذه القيم، قيم الثقة وعلى هذه القيم الجديدة التي أصبحت مثالا. الحد الأدنى من الثقة والحد الأدنى من التواصل وكل الأطياف الأخرى أننا نفتح قلوبنا بالدرجة الأولى، نفتح أبوابنا بالدرجة الأولى للاستماع إلى بعضنا البعض، ولما نستمع إلى بعضنا البعض ولما نلتقي مع بعضنا البعض ولما نعترف لبعضنا البعض بنقائصنا وبإيجابياتنا، أنا متيقن بأننا سوف نضمن هذا التطور وهذا المسار وسلاسته في هذه المرحلة الانتقالية التي هي محددة في الوقت. وأقول بأن الوقت اليوم أصبح ثمين جدا وعلينا أن نستغله في بكل يعني الأهمية اللازمة لديه. لهذا، على هذا الأساس أدعو مرة أخرى ممثلي شعبنا بكل أطيافه، ونحن مستعدين لأن نتلاقى وأن نتحاور وأن نتدارس، وأنا متيقن بأننا لما نتعاون مع بعض سوف نجد أنفسنا إن شاء الله في هذا الطريق المنتظر وفي لفتح هذه الجزائر الجديدة من الذي يطمح إليها الشعب الجزائري. وسوف نتطرق إليها ونتخذ الإجراءات التي نراها. عبدي شراتي من جريدة الاتحاد. في حال استمرار الحراك ورفض الشعب لتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات، ما هي الحلول التي ستنتهجها السلطة ومن غير الندوة الوطنية؟ سؤال آخر، الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط أم أنها ستكون بأسماء اعتدنا عليها؟ أنا قلت في فيما يخص الحكومة أنها سوف تكون حكومة بكفاءات جزائرية شابة، نأمل أن نساهم من خلالها جميعا في رفع والتكفل بهذه المرحلة الانتقالية على أحسن ما يرام. فيجب علينا جميعا أن نتريض لنرى محتوى هذه الحكومة وتكويناتها البشرية وكفاءاتها التي يمكن بعدها أن نحكم عليها، محتاجة إلى طاقات شبانية، إلى قدرات، ومحتاجة كذلك إلى حنكة، إلى تجربة. فتضافر أو تكامل كل هذه المعطيات سوف يجعلنا إن شاء الله نضمن هذه المرحلة الانتقالية التي كما قلت تجعل من الجزائر تكون إن شاء الله في سلام ومرافقين، فقط مرافقين لتجسيد كل هذه الطموحات التي سوف تتدارسها إن شاء الله الندوة الوطنية. تفضل. في أسرع وقت في الأيام أمين سعدي، الإذاعة الوطنية قناة الأولى. معالي الوزير الأول، الجزائر منذ 62 إلى غاية اليوم مرت بهزات وتحديات كثيرة على المدين البعيد والقريب، منها من لم يمر بسلام بسبب يعني صم الأذان للبعض. اليوم هل يمكن أن نقول بأنه فيه أولويات مستعجلة بعينها أم أنه الأمر منوط فقط بهذا الندوة الوطنية؟
الشاملة المنتظرة. السؤال الثاني، وأنتم تتكلمون معي الوزير الأول وسيدة نائب وزير الأول وزير الخارجية عن المسيرات، لغة الشارع، وأنتم من كنتم على مستوى وزارة الداخلية كان في لديكم احتكاك ميداني، سجلتم في اختلالات عملية، وكانت في إخفاقات لبعض المسؤولين وللبعضية فيها ما يقال، لا نبخص ناس أشياءهم، لكن اليوم لغة الشباب هم بالملايين في الشارع، يعني ولافتتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطة جدا ويعني واضحة جدا، ما أهمية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا النقطة؟ لأنه أحيانا يقال في الشارع اليوم سيد الوزير الأول بأنه اللغة الذي يستعملها بعض المسؤولين على كل حال لا تصلناهم، لا يفهموننا، ما أهمية أن نأخذ بعين الاعتبار هذا النقطة؟ واليوم الشباب خاصة في العشرين يوم الأخيرة ما فيش قوارب الحرقة لأنه خرجوا الشارع، قالوا بأنه في أمن لكن سحقوا أمل، ما أهمية هذا الثنائية في الأجندة القادمة سيادة الوزير الأول؟ شكرا. أنا بالنسبة إلي كوزير أولا الشباب الجزائري في قلب كل الاستراتيجيات والمستقبلية لهذه الجزائر من منطلق طاقاتها ومن منطلق كذلك قدرات شبابنا على رفع هذه التحديات والسمو والوصول بالجزائر إلى بر الأمان. استمعنا إلى شبابنا بمختلف أطيافه، بمختلف شباب طلبة، شباب ممثلين لمختلف القطاعات، فهذا زادنا يزيدنا تحفيزا أكبر لأن نفتح مع بعض مع شبابنا هذه الأطر التواصلية التي المنظمة التي تسمح لنا إن شاء الله في تجسيد هذه الطموحات التي ينتظرها منا الشباب الجزائري. أقولها مرة أخرى، وتكلمت على ظاهرة الحرقة، اليوم عندنا حتى عقدة نتكلم على حقائقنا، نتكلم على إيجابياتنا، نتكلم على نقايص. هل نحن في حاجة إلى هيئة رئاسية تجتمع فيها وتطرقنا إلى هذا الملف نتاع الحرقة مع بعض مع شبابنا، واستدعيناهم واستمعنا إليهم وحبينا نعرف ما في مساعدة منهم مباشرة من البلدان في تجاوز الأسباب والظروف. هو مواطن، وأقول لك بصدق أننا خرجنا من هذه الندوة التي نظمت يعني مرارا في الأسابيع الماضية في على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبعاً بتنظيم أساسي من قبل رئيس أو منظميها كانوا أو المشرفين أعتقد عليها أعتقد أنه على اللي كانوا في البوديوم كانوا شباب، استمعنا إليهم وأؤكد لك بأن هذه التجربة تعطينا واحد التفاؤل قوي، لأن قلنا الحقائق لبعضنا البعض، لأن اعترفنا كذلك بنقائصنا كسلطات عمومية، واستمعنا إلى صراخات شبابنا الحراقة وتدارسنا مع بعض اقتراحاتهم. وأؤكد لك بأننا حنا شوف الحصة تاعنا شغل ماشينة لافي، كي يدخل هنا الضيف شوية متيقن بأن تجسيد هذه التوصيات التي عبر عليها هؤلاء الشباب المعنيين أوليائهم وحتى بوسائل التواصل الاجتماعي من خارج الجزائر كانت مساهمة قوية وكان مثالا قويا للاستماع لبعضنا البعض، كان مثالا قويا لنصارح بعضنا البعض، كان مثالا قويا لنتواصل مع بعضنا البعض حتى من وراء البحار، وأن نقول الحقائق لبعضنا البعض، وأن نصل إلى توصيات، ليس توصيات السلطات العمومية، لا إحنا ما بدينا حتى توصية، ولكن كانت التوصيات من هؤلاء الشباب الذين سوف يرون إن شاء الله بأن صوتهم وصل وأن توصياتهم وصلت
وأن السلطات العمومية بمعيتهم وبمشاركتهم وبمساهمتهم سوف يساهمون في إيجاد الحلول وإيجاد الأجوبة لمثل هذه الدائرة. يمكن لنا أن نوسع لمختلف المجالات الأخرى إذا كان نقولوا الحقائق لبعض ما فيه إيجابيات كثيرة ولكن فيه نقائص كذلك كثيرة. وفي هذه الجزائر القارة بخصوصياتها وبطموحاتها في شمالها في جنوبها في شرقها في غربها في مجال التشغيل في مجال التمدرس سواء كان على المستوى العالي أو على مستوى الأطوار اللي يدرس فيها أبناؤنا وفي مختلف المجالات الأخرى. هل ما حانش الوقت اليوم لنا كجزائريين في هذه النظرة وهذا الطموح الجديد أننا نفتح أبوابنا لبعضنا البعض وأننا نستمع لبعضنا البعض وأننا نقول الحقائق لبعضنا البعض وأننا نصارح بعضنا البعض وأننا نصل مع بعضنا البعض إلى إيجاد الحلول وإلى تجسيد كل هذه الإصلاحات لأنها ممثلة في إصلاحات. كل هذه الإصلاحات خدمة لشبابنا بالدرجة الأولى وخدمة لشعبنا على مستوى هذه الجزائر القارة الذي عبر كما قلت مواطنينا بطموحاتهم. وأنا أقول دائما إحنا واحد الوقت كنا نتكلم مع المواطن الجزائري ونقول بأن المواطن الجزائري يرقى إلى هذا المستوى الراقي من الوعي في الحفاظ على أمن وطن على استقرار وطن. لكن نقول لك صراحة أن المواطن الجزائري أعطانا دروس كذلك أعطانا دروس وقال لنا بأن الوعي اللي كنت تتكلم عليه هو مكرس هو مجسد في قلوبنا كجزائريين في يومياتنا كجزائريين. الآن طموحاتنا هي طموحات أخرى هي طموحات سياسية هي طموحات اقتصادية هي طموحات في مختلف المجالات. وهذه الطموحات الذي عبر عليها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه في هذه الأسابيع الماضية وكل هذه الاقتراحات من الإصلاحات أنا متيقن بأن إذا كان هذه القيم الجزائرية التي عملنا عليها بجيل آخر كجزائريين في محنتنا في السنوات الماضية وأننا تجاوزناها كجزائريين وأننا أعدنا هذه القيم نتاع الاستماع إلى بعضنا البعض نتاع حب بعضنا البعض تجاوزناها بإرجاع الأمن والاستقرار والسكينة لمواطنينا بحكمة الشعب الجزائري وبإرادة الشعب الجزائري. فالإرادة اليوم هي إرادة أقوى إرادة للمضي بمستقبل الجزائر إلى مستويات راقية في مختلف المجالات وعبر عليها الشعب الجزائري. هل موش من واجبنا اليوم أننا نقول بأن أبوابنا مفتوحة بأننا نعمل بصدق وبإخلاص وبنية صادقة لأننا نوضع لها كل الشروط لتجسيدها ميدانيا في هذه المرحلة القليلة والقليلة جدا التي لا تتعدى السنة. وش هو سنة في 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 عمر الأوطان؟ الأشخاص تمر، المسؤولين يمرون، الأنظمة تمر، ولكن الجزائر أكبر منا جميعا. فهذه الجزائر التي تدعون اليوم لأن نلتف حولها، هذه الجزائر التي تدعون لأن نلتقي مع بعضنا البعض، هذه الجزائر التي تنتظر منا أن نرقى بها إلى مستقبل زاهر، مستقبل جديد، مستقبل طموح لكل أبنائها وبناتها. وبهذا
أشكر كل إخوات والإخوة على حضورهم، ونتمنى إن شاء الله الخير والسكينة لأهالينا ولمواطنينا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلاغ الخدمة الوطنية إحصاء صف 2022 ليكن في علم جميع المواطنين المولودين بين أول جون